المؤتمر الدولي لتقنية البترول 2022 في يومه الثاني بالرياض، الذي انطلق تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبمشاركة أكثر من 70 دولة وأكثر من 300 شركة عالمية. يحظى هذا المؤتمر ب 107 جلسات تقنية تقدم فيها أكثر من 800 ورقة علمية. كما يبحث المؤتمر تعزيز التعافي العالمي من خلال الطاقة المستدامة ومناقشة الرؤى المشتركة والمتبادلة حول أحدث التطورات والاتجاهات في مجالات الطاقة. لمزيد من التفاصيل معنا من مقر انعقاد المؤتمر مراسلنا وموفدنا إلى هناك محمد سعد. محمد، أهلا وسهلا بك معنا في نشرة النهار. كيف ترصد لنا سير أعمال هذا المؤتمر والمعرض كذلك المصاحب له؟ أهلا بك زميلي حسن وبالسادة مشاهدي ومستمعي قناة الإخبارية. أقف في المعرض المصاحب لهذه المناسبة، ويعني المناسبة التي انطلقت وتم يعني تدشينها ليلة البارحة من قبل سمو وزير الطاقة وبرعاية كريمة من قبل سمو ولي العهد. تسمعني حسن؟ نعم أنا أسمعك، أكمل محمد. انطلقت هذه المناسبة يعني IPTC 2022 برعاية كريمة من سمو ولي العهد ومن سمو وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، الذي دشن أعمال هذا المؤتمر الذي يقام في المملكة العربية السعودية في نسخته الثانية. هذا المعرض يقام كل عامين، مرة في شرق آسيا ومرة في منطقة الخليج، كان يقام في عواصم خليجية أخرى. اليوم تم أو قررت إدارة هذا المؤتمر أن ينعقد هذا المؤتمر في المملكة العربية السعودية للثقل البترولي الكبير الذي تتمتع به المملكة. اليوم تم تدشين أيضا من قبل سمو وزير الطاقة المعرض المصاحب لهذه المناسبة بمشاركة أكثر من 70 شركة من مختلف دول العالم، كلها أتت إلى هذا المعرض لاستعراض التكنولوجيا واستعراض التقنيات التي وصلت لها صناعة البترول، سواء في ما يعرف بالأبستريم أو الداونستريم، فوق الأرض أو تحت الأرض، في جميع التقنيات استخراج البترول، سواء في عمليات الحفر أو حتى في عمليات التكرير والإنتاج. اليوم أقف عند واحد من المنتجات السعودية التي نفخر بها، هذا الريبورت السعودي صنع بأيدي سعودية 100%، ويشرف على تشغيله أيضا سعوديين من قبل شركة آشا جروب، وسيطلعنا مصطفى أحد المهندسين المشرفين على هذا الريبورت مزيد من التفاصيل عن هذا الريبورت. مصطفى، أطلعنا ما هي فكرة هذا الريبورت السعودي، كيف يتم أو كيف يعمل، وأيضا ما هي الأماكن التي يعمل بها؟ السلام عليكم. هذا منتج سعودي من قبل شركة أركان الفلاح آش جروب، مختص في قياس سماكة قاع الخزان لتخزين المواد المائية والبترولية أثناء التشغيل بدون إطفاء الخزان، وهذه أدفانتج أو هذه فائدة كبيرة مقارنة بالطريقة التقليدية التي تستدعي أن احنا نوقف عمل الخزان ونفضيه، هذا بدون ما نفضيه. وزي ما ذكرت أن هذا منتج سعودي الآن بدون تدخل، يعني عملية فحص سماكة الخزان بدون تدخل بشري من خلال هذا الريبورت؟ لا، هو فيه القيادة زي ما زميلي أحمد بيبين أن التشغيل سعودي، وهو اللي يقود هذه المركبة من منطقة آمنة بعيدة عن الخزان مربوطة. إذا ممكن نادي أحمد. طلعنا أحمد أيضا عن طريقة التشغيل، وهو أحمد بالمناسبة هو المشغل وأحد مخترعي هذا الجهاز السعودي. تطلعنا أكثر عن طريقة عمل هذا الريبورت داخل الخزان. أوكي. السلام عليكم. الروبوت بسيط جدا شغلته. بالعادة كانوا الناس يخشون التانك 20 شخص 15 شخص، يفضون التانك، ينظفون التانك من تحت، بعدين ينزلون أجهزة يو تي اللي هي ألتراسونيك موجات فوق الصوتية عشان يقيسون ويفحصون الأرضية حقت الخزان. احنا جبنا لهم خطة عمل أسهل لهم، بدل ما يعرضون خطر للناس، ان ندخل روبوت يسوي عملية الفحص كاملة في نص الزمن بنص التكلفة بدون أي مشاكل للسير. عمل هذا الريبورت كان يعمل فيه 50 شخص،
تقريبا 25 شخص، خلينا نكون صريحين، 25 شخص كانوا يخشون الخزان، منهم يسوون تنظيف ومنهم يسوون فحص. احنا ما يحتاج تنظيف، هذا يقوم بكل شيء. شكرا احمد، نفتخر فيكم. اذا هذا ما لدي زميلي حسن على الاقل في هذه الدقائق، وسنوفيكم بالمزيد ايضا من الابتكارات والتقنيات السعوديه التي يتم عرضها في هذا المعرض. شكرا جزيلا لك موفدنا محمد سعد من مقر المؤتمر، وشكرا لضيفيك الكريمين كذلك.